حسن سقط يا معتبة الباء يا بجت فضة ولقتها فوق التراب يسيل من الصدر وضلوع الدم طبت دارة وظلت لحيلة وجفنها من الولم ما نام ليلة تروح القبر ابوها وتشتكي له وهو بقبره وعلى الزهرة يتغلم. نعم هذه الزهرة قضت بلوعة المصاب وعلى ابن أبي طالب أمير المؤمنين حينما وسدها بقبرها قال يا رسول الله قد استرجعت الوديعة وردت الرهينة فاعفها الحال واستخبرها السؤال ستخبرك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها. إيه كأني بالنبي يسأل والزهراء تجيب بني فاطمة ما الذي جرى عليك تقل ابويا بيت من الأحزان بنالي يا ابويا غير الحزن والنوح لالي يا ابويا انوح عليك ابويا بدمعها الي ابويا لني الرجس واجف قبالي يا ابويا يا معتبة الباب التجالي وابني وقع محسن قبالي ونصيح يا فضة عالي تقل ابويا كل يوم قلبي مروعين يا ابويا امر على شيوخ المدينه يقودون الفحل في العرينه انا وراها طلعت ولها يا ابويا وراها طلعت ولها وحزينه ابو يوم شافني المشرج بدينه ماذا فعل حينما راها اي ابو يوم شافني